هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟ إلى مصر اللي ما تتوقف بها النشاطات الفنية، وخصوصاً بالسينما اللي شهدت على انطلاق فيلم الكاهن، بطولة مجموعة من نجوم مصر منهم أياد نصار، درة، حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب وغيرهم. الافتتاح كان من وحي جو الفيلم، أجواء غريبة ومشوقة، خصوصاً أنه العمل يدخل مناطق حساسة لها علاقة بالقوة الكبرى اللي تتحكم بالبشرية، والقصة الجديدة عرفنا عليها النجوم بشكل أفضل. البداية ويا درة اللي حكت لنا عن القصة وقالت: أنا والله فخورة وسعيدة بوجودي في فيلم زي الكاهن مع المجموعة العظيمة من الأساتذة النجوم، وإن شاء الله يا رب يعني أكون قدمت دور حلو ومختلف، وحقيقة بذلت في مجهود وعلى قد المجهود ده يا رب يعجب الناس. هل الفيلم يناقش الماسونية يا درة مثل ما انكتب على السوشيال ميديا لو لا؟ هو مش بيناقش الماسونية بشكل، هو بيناقش فكرة يمكن قريبة من ده، ولكن يعني سيطرة ما بتحصل في العالم خفية على أدمغة الناس وعلى يعني حاجات هتشوفوها. هو طبعا محمد نايل اللي كتب يعني ربنا يسامحه، لكن في نفس الوقت هو يعني برافو عليه ان هو ليه عنده افكار جديده وافكار ما اتطرحتش يمكن في السينما العربيه قبل كده، فده مهم ان احنا نشوفه. انا طبعا مش عايزه احرق قوي، فعشان كده مش عايزه ادخل معاك في تفاصيل القصه. زين احكي لنا يا درة عن اصعب مشهد قدمتيه بالفيلم. في مشاهد كذا مشهد صعب، بس يمكن اكتر مشهد يعني كان في مشهد كده بنصوره في فيوم في الصحراء، يعني هتشوفوه، يعني كان مشهد كده ما بيني انا واياد وفتحي، كان مش سهلة يعني علينا كلنا، كل حاجة يعني الظروف كلها مع الحالة النفسية للشخصية اللي أنا بقدمها مع كل، يعني هو المشهد ده ما كانش سهل. الممثل جمال سليمان بالافتتاح عبر عن المشروع على طريقته الخاصة، وهذا اللي قاله لوسائل الإعلام اللي حضرت الافتتاح. صعوبة كان إن إزاي نعمل شخصيات طوال الوقت تثير الغموض، لأنه الفيلم كله قائم على الغموض، ومش السبب انه والله عاوزين نشوق الناس، لانه السبب هو العالم اللي احنا عايشين فيه. العالم اللي احنا عايشين فيه على قد ما هو يعني من نظرة اولى كده واضح، على قد ما هو الحقيقة عالم غامض. ايه اللي بيعمل ازمة اقتصادية بالعالم فجأة؟ يعني مثلا بنوك بتفلس وحاجات، ايه اللي بيعمل ازدهار؟ ايه يعني في حاجات كتيرة بالعالم احنا مش فاهمينها. حتى الكورونا دلوقتي يعني في ناس لك ده فيروس مصنع تسرب من المختبر الفلاني، ناس تقول لك انه لا ده الطبيعي. في كتير اشياء بحياتنا يعني هي غامضه. اما بطل العمل اياد نصار فرفض يكشف تفاصيل كبيره عن الشخصيه، لكننا شوقنا نشوفه بطريقته. مبني على عالم بيتكلم عن، خلينا نقول انه لو بيتكلم الفيلم او هنقول الجانرا للفيلم فهي نظريه المؤامره، دراما نظريه المؤامره زي داون براون، زي دافنشي كود، فده نوع من الافلام. اعتقد انه اول مره احنا ما دخلناش على العالم ده، لاول مره بنعمل الفيلم ده بالنوع ده. الغريب انه اياد نفى انهم بيناقشون الماسونيه بعكس دره، وفسر القصه بطريقه مختلفه. بص، هو ما بيتكلمش عن الماسونيه بالمفهوم، هو ما بيتكلمش عن الماسونيه، هو بيتكلم عن فكره المجموعات، التجمعات اللي هي ممكن تحت مسمى انها بتدير العالم او بتحال المجلس السري او كده. التركيبه كلها متميزه جدا، معايا زملاء كتير ممثلين كبار جامدين قوي، المنافسه كانت شريفه. عثمان ابو لبن مخرج متميز قوي، بستمتع بالعمل معاه. كان كل العوامل الحقيقه مغريه ان انا اعمل عمل زي ده. احنا بنتكلم على الناس اللي بتتحكم في العالم، ده موضوع الفيلم، يعني الناس اللي هي ماسكه العالم كله زي الماريونيت كده بيحركوه زي ما هم عايزين يعني.